وين تصريح الدفن؟ الباي بحياتكم. حياتك الباي سيدنا. عمال معروف مفتاح النعش، بدي اطرحها مع المرحوم. شو نفتح النعش يا سيدنا؟ الاموات اللي انحرمتهم ما بصير يا سيدي. اسمع الكلمة وما تجادل، هاي اجراءات امنيه. افتح يا ناصر، خلصونا في الليله اللي مش عايزه تعدي دي. خليك محضر خير يا استاذ ناجي، ببوس ايدك يا سياده الضابط، يعني هذا ابي ميت ورايحين ندفنه، شلون بدنا نفتح النعش حرمه ميت هي يا سيدي؟ الله يرحم امواتك. قلت لك افتح النعش، اوام. خلاص اخواننا بقى ما تكبروش الموضوع. اي والله الحكي ما بيصير. عسكر افتح النعش. ايدك لفوق لفوق. حشيش الله يخرب بيوكم. انا ماليش دعوه حضره الضابط، انا اصلي شورت لهم في الطريق عشان اركب معاهم وعربيتي كانت عطلانه. انت بالذات ما بدي اسمع صوتك. انا بره الموضوع خالص، انا تبع ابو حسين، يا ريت حد يكلم ابو حسين يجي يشوف لنا حل في المصيبه اللي احنا فيها. خلاص ولا كلمه. شو قدامي؟ يلا. انا دبلوماسي صادق، انا راجل محترم. لكن شو قدامي؟ شو قدامي؟ يلا يلا لجوا. أنا شو دخلني؟ أنا شو فيها سيارة دفن الموتى؟ إن شاء الله كل تابوت بحطوه لي بالسيارة، بدي أقعد أحبش فيه. ونحن كمان يا سيدي ما لنا علاقة باللي موجود بالتابوت، الله وكيلك كنا طالعين على الطريق ومعنا جسد المرحوم، الله يرحمه، أبصر شو عملوا يمكن بدلوها يا سيدي. مظبوط سيدي كلام أخي مظبوط سيدي، هذا الزلمة تسلط علينا بنص الطريق، قال طالعوني معكم، والله قرعت أبوه منين ما بنعرفها، طالعناه يا سيدي قلبنا طيب، طالعناه وأخذوا أبي سيدي وحطوه بالتابوت. حشيش حشيش. انتوا حتلبسوها لنا؟ لا ده انا اوديكم في داهيه كلكم. انا عايز ابو حسين حضره الضابط، انا دبلوماسي السابق. حضرتك وين كنت تشتغل دبلوماسي؟ نعم سمعت السؤال. في تل ابيب. اسرائيل؟ يا اهلين، بشرف لقيتك مش حتعدي على خير. إجا الوقت اللي رح تدفع فيه ثمن العمالة والخيانة. يا حضرة الضابط أنا مالي خبر، ها؟ علي الحلال لو بعرف إنه هو عميل لإسرائيل ما خليته يحط رجله بالسيارة. أخ يا عديم الوطنية يا خاين يا عيب الشوم. حضرة الضابط الشغلة مو حشيش وحشيش، القصة أكبر بكتير. هي جاسوسية، هي اختراق للأمة العربية عن طريق هيك إشكالات يا سيدي. اللي تشوف كيف كنت عم تتجول بالطرقات؟ مين اللي ساعدك؟ لك شو يا سيدي مين اللي ساعده؟ سيدي هذا الزلمة بيساعد بلد بحالة سيدي، هذا الزلمة خطير جدا جدا سيدي، عميل كبير سيدي، مخترق الأمة كلها يا سيدي، عنده شبكة كبيرة، أكبر ما بتتصور بكتير يا سيدي، ديروا بالكم منه سيدي، ديروا بالكم. عملتوها قناة الجزيرة يا بتوع الحشيش؟ أنا عايز أكلم أبو حسين فورا فورا. وأنت بس ما تقول كلمة عدلة يا أخي، إحنا مش لسه كنا زي السمنة على العسل. اسمع يا عميل يا خاين، ها؟ بعمري بحياتي ما عاد حط وشي بوشك ولا لساني خاطب لسانك، ولولا تكون ايدي هيك مكلبشه ولكن تشلختك تشليخ. 500 اسره عربيه ستحتفل غدا بعيدين، عيد الفطر المبارك وعيد اخر هو عوده المعتقلين الذين كانوا محتجزين بالسجون الاسرائيليه بعد ان قام حزب الله باسر 8 جنود اسرائيليين تسللوا عبر الحدود اللبنانيه، وستتم عمليه الاستبدال في صباح الغد. هن والله يا سيدي هن، وهذا الرجال واقف قدام منا. لك هن مين؟ هن الأسرى الإسرائيليين اللي كمشوا حزب الله، أكيد هربوا. الله ينور عليك يا بسام، سلموني لأبو حسين. أنا خائن وعميل و
وابني كلب، بس الحشيش ده برضو مش بتاعي. شي غريب، الفجر عم بشقشق وما في اي خبر عن ناجي بيك. ليكون اللي ركب معاهم عملوا فيه حاجه ابو عبد الله. انت مش قلت ان الطريق امان؟ ما في طريق بالدنيا فيها امان يا ابراهيم، خصوصا على الحدود. اذا كانت بلادنا نفسها ما فيها امان، كيف بالاحرى على الحدود؟ الله، بس هم يعملوا فيه ايه؟ على ما يعرفوش ان احنا معانا فلوس. يا نهار اسود، ليكونوا خطفونا ويطلبوا فدية عشان يفرجوا عنه. عشان يعملوا هيك لازم يعرفوا انه معكم مصاري. انا باكد لك انه ما حدا معه خبر بهالمعلومه يعخ زاهر. جايز تكون العربيه عطلت على السكه زي اي عربيه بتعطل، ما لما بتنحس بتنحس. يا شباب، انا عرفت وين ناجي بك عطلة، صار في سوء تفاهم وان شاء الله بينحل قريبا. طب ايه اللي اخره يا ابو حسين؟ هو في حاجه؟ الناس يلي راكب معهم طلعوا تجار مخدرات، معهم 100 كيلو حشيشه. 100 كيلو حشيشه؟ استغفر الله العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم. حشيش ومخدرات في رمضان؟ ده رمضان لسه ما خلصش. هي الناس دي ايه؟ مفيش في قلوبهم ذره ايمان واحده. الله، جرى يا شيخ حسن، ما تحبكهاش كده كل سنه وانت طيب. وبعدين ناجي باشا ده لا مؤاخذه راجل مرسى، بيقول لك حشيش يعني بيكعبل في الخير كده لا مؤاخذه طول ما هو ماشي. انا رايح على المركز، انتوا صلحوا العجلات والحقونا. خليك معهم يا ابو عبد الله. اللي ما بيعرفك بيشغل، كان لازم ابو حسين يوضح له الصوره. ارجوك ما تواخذني. انت راجل بتأدي واجبك يا حضره الضابط. بالعكس انا سعيد بمعرفتك واسف اني ازعجتك. طيب بس منشان تثبت لي انك منك زعلان مني لازم تشرب معي كاسه شاي وتاكل كعك العيد. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. بس ها شو شو مش ها؟ طلعونا لبرا وهذا الرجال اللي اجى واخذوا لناجي عطلة. لك شبك ناصير شبك، هلا بكون عم ياكل بدل مرتب، معلق من رجلي ويا شهدة ويا سعدة، وهون بيوجعك وهون ما بيوجعك، وعلى اخ وعلى اخ وعلى اخ. يا سيدي يمنا منه شو بدنا فيه؟ هلا نحن شو مشاننا؟ يعني شو راح يساوي فينا؟ سلمان، الدولة ممكن تسامح بكل شيء الا الخيانة العظمى. وهذا الصهيوني اللعين صيد سمين، ولا تنسوا انه نحن اللي اسرناه. يعني الجماعة مو بس يمكن يسامحونا، يمكن يعملوا لنا مكافأة مرتبة. يعطيك العافية معلم. اهلا. لمين هذا الشاي مفوتو؟ لحضرة الضابط واللي معه. قصدك هذا الزلمة اللي دخل عنده هلا. طيب هاي الكاسة الثالثة لمين؟ ما بعرف، هني طلبوا ثلاثة وانا حفوت لهم ثلاثة. شو هالحكي هذا؟ معقول طلب كاسين شاي هذا الزلمه اجى لعنده؟ او بجوز طلب كاسه شاي كبيره قام جابوا له تنتين صغار. اهم شيء حدا الضابط انه ما حدا ياخذ خبر بالموضوع. قبل ما نستلم اسرانا ونسلمهم اسراهم، اذا حدا اخذ خبر مشكله كبير. الاخ ناجي والشباب لازم يغادروا لبنان فورا. طب والجماعة اللي أنا جيت معاهم دول حتقولوا لهم إيه؟ لا حنقول ولا حنعيد، هن الكمشوا بقضية ولازم نسلمهم تيتحكموا. رح يبقوا هون وبكره الصبح بنعرضهم على النيابة العامة. أمال فين الكحك يا عم؟ معلم معلم؟ نعم. يستر على عرضك قرب يا شوي. مؤد لطيف، شو هالكحكات هدول؟ لمين هدول الكحكات؟ لحضرة الضابط واللي معه.
لثلاثة؟ لك ايه لثلاثة. طب سؤال، الرجال اللي كان معنا بالسيارة وكمشتوه وحطيت له الكلبشات بإيديه، شو سويتوا فيه؟ ايه ما هيدا هو اللي طالبين له الشاي والكعك. شاي؟ خش يا ولاد سلموا على الباشا. خش خش. جبت لكم حاجة الساعة يعني؟ لا أخي ما بدنا منك شيء، الخير بده يجي منك بالناقص منه. مناقيش؟ اجيب لكم مناقيش. لك مو هدول الأسرى اللي جابوا الحزب الله؟ ايه. على شو اتفقوا بس يا على شو ما يتفقوا؟ اكيد حزب الله جايبينهم مشان يحقوا معهم ويورجوهم العين الحمراء ويخوفوهم ويبثوا رعب بقلبهم بهالتجربة الرهيبة اللي مروا فيها. هدول عم يضحكوا. شو قصة؟ عرفتوا شلون ضاعت قضيتنا؟ هدول بيعرفوا شلون يخترقونا، بيعرفوا شلون يعطونا بالكلام، نحن ما منتشاطر غير على بعضنا. أنا من وقت ما قال مزراحي وأنا الفار بلش يلعب بلعبي. طيب حياتكم، تفضلوا. Thank you.
سلام، العمار حلو برضو يا باشا، بقالنا شهر متدمرين. ما تخلينا هنا كام يوم كده؟ هو يوم واحد اللي هنقعده وهنرجع على مصر. هناك بقى بستسرمح في الاماكن اللي انت تعرفها. مش عايزين نلفت النظر، عايزين نخش بهدوء من غير ما حد يحس بينا. يلا هاتوا الشنطه. فضلك الأستاذ ريمون موجود؟ إيه موجود، حالا بنبعت نجيبه. قفشتي. بسم الله ما شاء الله، ده بنسيون شرح قوي. على الله اللقمة هنا برضو تتندغ كده وتبقى حلوة لحسن الواحد وقع من جوع. الجنينة اللي بره كمان حلوة قوي صح؟ ايه ده؟ ده في بار هنا، ده احنا هنعيش. نعم. لا انا قصدي يعني بقول ايه اللي يجيب بار في اوتيل غريبة. الله، ده في ديسكو كمان. ديسكو؟ لا انا قصدي يعني ايه اللي يجيب ديسكو في اوتيل غريب قوي الاوتيل ده. يا نيك اهلا وسهلا، يا مرحبا، يا اهلين استاذ ناجي، يا مرحبا، اهلا وسهلا يا شباب. محسوبك ريمون مدير الاوتيل. اهلا وسهلا. وين الويلكم درينك؟ وين؟ تفضل لاندي على المكتب، تفضلوا، اهلا وسهلا. تفضل. ايه رايحين فين؟ خليكم جنب الشنط. يا اهلين استاذ ناجي، يا مرحبا، نورت الشام، يا ارض حرسي ما عليكي، تفضل. يا اهلين وسهلين. يا اهلا وسهلا بالاستاذ ناجي. ابو القاسم موصيني عليكم كثير وقال لي انكم جايين امبارح، ليش تاخرتوا؟ ظروف بقى ريمون، على مو كل تاخير او في اخير. يا مرحبا باهل مصر وناسها الطيبين الحلوين. بلدكم الثاني هون. هي مصر وسوريا ايه؟ ما هو واحد. اي والله واحد. عمار يا مصر، بلد الفن والجمال والناس الحلوة. تعرف استاذ؟ أنا ما فيني نام كل ليلة إلا إذا بشوف فيلم لإسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين ده فنان كبير، كل الناس بتحبه. بعشقه، بعبده، خصة هيك وقت ينزل لي شفايفه بيعمل إزاي؟ يا سيدي ما بعرف، أنا ما بعرف، بفرط من الضحك. على العموم. استاذ نازلين ليله واحده عندنا بس؟ ان شاء الله، بس بيني وبينك احنا تعبانين ما نمناش، احنا بقالنا مده ما نمناش. استاذ السويت جاهز وغرف الشباب جاهزه. طب مش هتشوفوا الباسبورتات نملة ابلكيشن؟ عيب استاذ، نحن نشوف هويات اخواتنا؟ انتوا جايين من طرف ابو القاسم، يعني هذا الاوتيل اوتيلكم ونحن عندكم ضيوف. ده ابو القاسم ده بان عليه لعبه جامده قوي. شو عم تقول استاذ؟ بقول يعني يشكر ابو القاسم. طيب ممكن ندفع ثمن الليله دي مقدم؟ عيب يا استاذ، شو عم تحكي؟ بس يعني ما صحش كده يا ريمون. مصاري؟ انت جاي تحكي معي بالمصاري؟ انت لسه ما بتعرفني منيح ولا بتعرف نظام الاوتيل. ياما اجى لعنا مليارديريه وما نزلناهم بالاوتيل، نحن بننزل الناس الطيبين اللي يقعدوا عنا مثلكم. في عندكم مثل بمصر بيقول نحن بنشتري راجل. والله يعني الحياة نظام حلو قوي. استاذ ما عم تقولي قاعدين ليلة واحدة؟ ايوه. انا برهنك على اللي بدك اياه. إذا بكرة الصبح ما رح تيجي وتقلي ريمون مدد الإقامة يا ريمون. لا معلش، أصل احنا عندنا شغل كتير في مصر وإن شاء الله حنيجي مرة تانية. على العموم استاذ، هلا بتطلع تريح شوي ورح أبعث لك الفطور اللي عندك على الغرفة. لا 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 لا، ما تبعتليش حد على الغرفة. أنا أحب آكل في المطعم. أوكي، يلي بدك يا استاذ. يا جورج طلعوا شنط الاستاذ ناجي والشاب على الغرف. لا معلش، الشنط احنا بنفسينا حنطلعها، هتبقى معانا يعني، ما تتعبش نفسك. كيف استاذ؟ ما احنا بحقنا، بيجي على ابو القاسم.
اصل الشرطة هتبقى في السويت عندي. والشباب كيف بدي يغيروا ملابسهم يا استاذ؟ لا اصل انا عامل لهم نظام يعني، واخد بالك؟ اللي عايز يغير هدومه يجي عندي في السويت، يسيب غياره القديم وياخد غيار جديد. انا ما عنديش حد يغير مع نفسه كده. والله انا هي اول مره بحياتي بسمع بهيك شيء. على العموم يلي بدك اياه يا استاذ بصير. وكمان بقى بلاش بتوع خدمه الغرف والحاجات دي يخشوا عندي في السويت. انا احب السويت بتاعي يبقى منعكش ومدهول وريحته معفنه كده يعني، ها؟ مش كل واحد بقى داخل خارج يعمل لي شغلانه. ما بصير يا استاذ، ابو القاسم موصينا. هو ابو القاسم مش قال لك تريحوه؟ انا مرتاح كده. على عيني يا استاذ، تكرم. حاضر يا استاذ. وهدول مفاتيح الغرف جنب بعض، الطابع كله لإلك. كبيرة يا ميت. اهلا وسهلا استاذ ناجي، يا مرحبا. تفضل يا مرحبا. هلا استاذ، يا نورة الشام. يا اهلا يا اهلا يا ميت. اهلا وسهلا، يا مرحبا يا ميت. اهلا وسهلا. وعندنا هون الطابق الاول احسن صالون بكل الشام، يلي بده يعمل مينيكير بيديكير، يلي بده يعمل مساج ساونا بخار، يلي بده يتكيس. هو ابو القاسم قال لك تكيسنا برضه؟ على العموم احنا مكيسين جاهزين. وعندي انا هون مطعم على المسبح بياخد العقل. هو ده الكلام يا باشا، احسن الجوع هبقى على الواحد هبقى وحشه خالص. عندي اكلات طيبه بكل الشام ما في منها، سجقات، فتات، خاعات، بيض غنم. ايه بيض غنم؟ هو الغنم عندكم بيبيض ريمون؟ يا ماشي بيك. طب ما تقول كده. وعندنا ديسكوتيك تحت ما في اخوه بكل الشام يا استاذ. واذا حبيت في كل مره تحت بتفك مشنوق. فك ايش؟ بتفك مشنوق. عندنا روسيات، اوكرانيات، بيلاروسيات، من جميع الجنسيات. هو ابو القاسم قال لك ايه عني بالظبط؟ احنا جايين هنا ليله وراجعين على مصر على طول. اسف، انا اسف، ما بعرف. لازم الواحد يكون عربي قومي. شيلك من الديسكو، بعتذر منك. اما عندي مطعم هون عربي اصيل اسمه الف ليله وليله، في كل رقاصه يا استاذ بتفك مشنوق هي عم ترقص. فكك انت بقى من المواضيع دي كلها، احنا هنقعد في الاوض نستنى ابو القاسم. ما حدش هيروح هنا ولا هنا، احنا لا بتوع رقص ولا بتوع ديسكوهات. ها احنا يا دوب يعني نجرب بيضات الغنم دي. على راحتك استاذ. هذا السويت تبعك وهي غرف الشباب، الدور كله لكم من بابه، ما في حدا غريب. تفضل شوف. سير. تفضل تفضل ناجي بيك. يا ميت اهلا وسهلا. ليش تعزف حالك؟ انا بحط لك شنطتي عندي بالمستودع، انا ما عندي مانع. انت ناوي تبات معانا هنا؟ اسف استاذ بس ابو القاسم. خلاص يا ريمون، خلاص. ابو القاسم ابو القاسم، كرهتني في ابو القاسم. انا اسف استاذ، اذا بدك شيء رن صغيره على الريسبشن وبتلاقيني قدامك هون. وهي مفتاح غرف الشباب، خاطركم. شوف ياض، انت غوى، احنا قاعدين هنا ليله وراجعين على مصر بكره، مش عايز مشاكل. محدش يروح لا هنا ولا هنا، كل واحد يقعد في اوضته قافل عليه بابه. اللي عايز ياكل يكلم الروم سيرفيس يبعتوا الاكل لغايه عندي. طب نغير هدومنا يا باشا، ده احنا مش طايقين الهدوم اللي علينا. كنا عاوزين كده ننزل نشتري كام غيار على كام طقم ترويشه كده. والله يا باشا انا شايف ان انت كمان لازم تنزل معانا، يعني قعدتك لوحدك هنا في الاوضه الكبيره دي هيجيب لك اكتئاب. وبعدين يا باشا كفايه اللي احنا شفناه الايام اللي فاتت. يعني انتوا عايزين تنزلوا تروشوا، ومين اللي هيقعد جنب الفلوس؟ نخليها نبطشيات ناجي بيه، يعني واحد ينزل والتاني يقعد وبعدين يرجع مكانه وخلاص. انت عايزه تروشي انت كمان يا نضال؟ لا بس اصل انا عاوزه اعمل شعري، اتقصف طول الرحله دي، وبعدين مش هينفع انزل مصر وانا مبهدله كده.
وانت ابراهيم مش عايز تتكيس ولا تتدلك؟ انا شفت عينك لمعت كده وريمون بيتكلم في الموضوع ده. والله يا باشا انت ظالمني، انا لا بتاع تكيس ولا تدليك. شوفوا بقى، محدش يروح اي حته لما اعرف هو فين. عندكم ساعه جوله حر. ايه في حاجه؟ لا مؤاخذه كبير يعني، اصل الحاله متشطفه جامد يعني. عايزين فلوس. عايزين كام؟ 50 يا باشا. يلا 50 دولار لكل واحد. لا يلا 50 دولار ايه؟ 50,000 دولار. 50,000 دولار ليه؟ يعني نشتري غيارين على طقمين بيضات غنم. هتاكلوا بيضات غنم ب50,000 دولار؟ بلاش يا ابني الدناول العين الفارغه اللي انت فيها دي. انا بقول يا باشا نخليهم 40,000 دولار وكل واحد فينا يتصرف. اسمع يا ابني، انت هو انا مش عايز الفلوس الكتير اللي معاكوا دي تهبلكم. احنا تعبنا جدا في الفلوس دي. الله يفتح عليك يا ناجي باشا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. 25,000 دولار يا باشا ياخدهم كل واحد مننا، وهي الجليلة في يد المؤمن بتكتر بإذن الله. الله يخرب بيتك يا شيخ حسن. ناجي باشا، ما نرجع مصر بالسلامة إن شاء الله، ناوي تسيبنا تاني؟ تسأل السؤال ده ليه؟ أنت نازل مصر مليونير، عايز مني إيه تاني؟ يا باشا أنا كنت ضايع، ما كانش عندي أمل في أي حاجة. بصراحة يا باشا من ساعة ما لقيتك، وأنا حاسس إني أقدر أعمل المعجزات يا باشا. ما تسيبنيش تاني يا باشا، خليني جنبك، خلي الفلوس معاك يا باشا، وشغلني معاك. مين؟ تحنا جيبك، أنا ريمون. ايوه ريمون. انا اسف ما بحب ازعجك، بس اتصل ابو القاسم وبيسلم عليك وحاب يشوفك، ويا ريت تكون جاهز بعد ربع ساعه باللوبي، راح يبعث لك السائق. طيب اتكل على الله انت، انزل وانا هستنى تحت. استنى. طيب بتبص على ايه؟ لا لا انا ما عم بص على شيء. لا انت كنت بتبص على الشنطه. اسمع بقول لك، احنا عندنا الشنط في مصر حرمه زي الستات بالظبط، يعني اللي يبص لشنطه غيره اكنه بيعاكس مرات غيره بالظبط. انا اسف لا تؤاخذني. السلام عليكم. مع السلامه.